مدينة الرستان وفي زيارة لأحد المور في هذه المدينة 15/1/2013. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو شايفكم هون في مغارة وفي أطفال شايف في أطفال؟ والله متخبيين من الطيران عم فوق طيارة الميج، متخبيين منها كراميل الضرب. العجام بتخاف كثير، الأطفال بتخاف من الضرب. ممكن نشوف المغارة شلون قاعدين فيها؟ طيب هي شايف الشاشة شو خلانا نقعد نتخبى بمغارات هيك؟ هذا حق الأطفال؟ ينحرموا من كل شيء، من اللبس عم ينحرموا، عم ينحرموا من الدواء، عم ينحرموا من كل شيء، للمدارس. طيب هالمغار بالنسبة لكم آمنة بالنسبة للأطفال وجودكم هون؟ الأمانة بالله، بس عم نتخبى فيها كثر الأطفال ما بتخاف من الطيران. هلا حاليا ليش انتم موجودين فيها؟ لأنه الطيران بالسما، طيران الميج عم يضرب على الرستان كل يوم، في شيء بيضرب، بيضرب صواريخ 4 5 صواريخ و... طيب أنا شايف حالة الذعر عند الأطفال والخوف موجود عندهم، شلون بتقدر انت تلبي لهم مطالبهم، تسكتيهم انه ما يكونوا خايفين من الطيران؟ بنقعد بهالمغاره متخبى، مش عارف هالصوبيا، شفت عينك هالصوبيا يعني شغاله كمان على حداوي و بتشوف بعد شو بتشغلوها؟ كاس ناري وش بنحط فيها؟ وعلى حي الله اطفال بطل مرعوبه بطل خايفه، الله ينتقم منك يا بشار. كل الاطفال مضانه مرشحه مقربه، ما حرام من الله هالشي؟ وين الدول؟ ما حد شايف هالشي اللي عم يصير فينا؟ الله ينتقم منك يا بشار. روح، بدنا نقدر نروح نجيب حاجات نحن النسوان عم يعتقلونا على الطريق، نجيب دواء، نجيب الألبسة، ما عم نقدر، ما عم نقدر نطلع نسوان خالص، عم يعتقلوا النسوان صايرين. الله يوفقهم يا رب. طب بالنسبة للأطفال هدول شو مطالبهم حقوقهم؟ بدهم مدارس، بدهم دواء، كل شيء بدهم الأطفال. شو توجه كلمة للمنظمات الحقوقية، المنظمات الإنسانية؟ الله يفرج علينا يا رب، وبتمنى إنه تتلبي كل مطالبنا للأطفال، يجينا يعني الدواء، يجينا الحليب، فوط، كل جوعان الأطفال، أكل الأطفال ما تتجوع، ما في أكل، خبز ما عم يجينا خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة الرستان 15/1/2013 من داخل أحد المغر. الله ينتقم منك يا بشار، روح ويحرق قلبك يا رب. الله أكبر عليك يا بشار.